النهاردة جولة في شقتي، هاخدكم معايا جولة في الشقة كلها. الفيديو ده من اكتر الفيديوز اللي اتطلبت مني، وانا دلوقتي هعمله لكم. فاعملوا لايك للفيديو ده قبل ما نبتدي. وعايزة اقول لكم ان احنا قبل كده عملنا اكتر من جولة، يعني عملنا جولة في المطبخ، عملنا جولة في اوضة النوم، عملنا جولة في اوضة الاطفال. فالحاجات دي هنعدي عليها سريعا، بس هاخدكم بقى جولة في الاماكن التانية اللي احنا ما دخلناهاش. بس مش عايزاكم تعتبروا نفسكم ان انتوا اغراب، ولا حتى ان انتوا ضيوف. انتوا حتى مش في ليفل الضيوف، انتوا اصحاب بيتي يا جماعه، انتوا اصحاب مكان، فنتعامل عادي. لا بس انا شغاله حبه كركب، نتعامل عادي، احنا في البيت يعني، فده الوضع الطبيعي. فخلينا على طول نبتدي. اوكي، اول ما ندخل من باب الشقه هنلاقي اول حاجه كده الجزامه. الجزامة دي عملية جدا. في البداية ما كنتش حبها خالص، بس بعد كده حبيتها قوي. هم على فكرة قطعتين مش قطعة واحدة، يعني ده كده جزء اللي هم الاربع مكعبات دول جزء، وده كده جزء تاني. فهم ممكن يتفصلوا، يعني ممكن نحطهم مثلا قدام بعض، ممكن نحط ده في مكان وده في مكان تاني. دي بس اللي ربطهم ببعض. بس كده على كده احنا اخترنا ان هي تكون طويلة قوي كده، لان احنا عندنا مساحة مهدرة عند الباب، فحبينا ان احنا نستغلها. وعلى فكره باي ذا واي ده حمام، بس احنا عاملينه يعتبر مخزن، يعني مش حاجات اللي هو مثلا كراكيب او كده، بس حاجات ليها استخدامات في وقت معين. يعني مثلا ايه، كرسي البيبي، ايه تاني، مراوح اللي هي العمود، حاجات كده يعني. مش حاجات ينفع نحطها مثلا في مكان تاني وخلاص وننساها، لا، حاجات بنطلعها. فاحنا عاملين مخزن ان احنا عندنا 3 حمامات، فاللي هو ليه يعني. فعملنا ده مخزن، واللي جوه بقى ايه بنستخدمه. المهم فدي كده شكل الجزمة، عشان اتسألت عنها كتير جدا جدا. عايزة اقول لكم في البداية انا مكنتش حبها خالص، بس بعد كده لقيت ان هي عملية وكنت مستكبراها، اللي هو ايه كل الجزمة دي كنا مستكبرينها. بس لما اتحط فيها الشوزات وكده لقيت لا، ان هي يعني يدوب واخدة. اللي يفرقها بقى عن بتاعت ايكيا، بتاعت ايكيا صغيرة 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 يعني. فهنا مثلا هتلاقوها ان هي واخدة شوزين وحاجة في النص، يعني مثلا صندل شيب شيب، حلوة جدا جدا كلهم كده، يعني كل المكعبات دي كده. فيا دوب اللي هي قضت الشوزات، فما زعلتش بصراحه ان هي كبيره قوي كده. الحاجه التانية اللي كسرت ان هي كبيره شويه، او ان هي محطوطه في مساحه واسعه زي ما بقول لكم، مهدره كده عند الباب. فده كان افضل استغلال المنطقه دي. وكمان اللوح بقى والشغل ده هو اللي اداها منظر وخلاها ما نحسش ان هي كبيره قوي. لكن في البدايه لما كانت محطوطه ساده كان فعلا منظرها اوفر بزياده. بس فهنا بقى حبه لوح كده بشكل عشوائي، وهنا درع المليون حبيبي. ان شاء الله بعمل لكم فيديو المليون بقى على 2 مليون مره واحده، لكن فيديو المليون خلاص راح عليه، نخليها بقى على 2 مليون. وهنا كان درع 100,000 بس، والباقي بقى شويه لوح عاديه. وهنا في نجفه كده صغنونه على السوله بحبها وبس. وده هو باب الشقه. بس احنا كده بقى داخلين نرجع بقى. بس عامه يعني الجزامه دي ممكن تعملوها عموله، يعني ما تجيبوش بتاعه ايكيا، انها بجد رحت وشفتها صغيره. فهي دي نفس السعر بتاعه ايكيا، بس دي اكبر. يعني زي ما وريتكم كده بتاخد 3 حاجات مع بعض، مش حاجتين بس جنب بعض. يلا بقى نرجع كده تاني. هنا بقى في ايه مساحه مهدره بالنسبه لي لسه ما ظبطتهاش، يعني في لوحه مثلا دي عايزه تتعلق. البوفيه ده اصلا كده ولا كده عايزه اغيره. احنا ما عندناش السفره، تخلصنا منها، فده ما تبقى لان هو بيشيل حاجات كتير من حاجات المطبخ، فمخليها مؤقتا. يعني اما هجيب بوفيه لوحده، يا اما هجيب سفره بالبوفيه بتاعها يعني ان شاء الله. ودي المكتبه اللي انا برضو بحبها، ودي على فكره المرايه بتاعت البوفيه، هعلقها برضو بشكل مؤقت كده. زي ما قلت لكم ممكن الاقي كراكيب في النص عادي، الحته دي يعني مش متظبطه خالص، واقول لكم دلوقتي ليه. دي المكتبه عليها كل الكتب اللي عندي تقريبا، عندي حبة كتب صغيرة بس جوه. وده البوفيه عادي، وده اسم سليم بتاع الولادة برضو. كل الحاجات دي لسه عايزة تتعلق، مش متظبطة قوي. ودول بقى يعني الكرسي مثلا واللي هو الورد ده وكم حاجة كده بعض انقلهم، يعني شوية هنا شوية هنا، فاهمين، مش ثابتين معايا في مكان. الحتة دي عامة مش متظبطة خالص، يعني مش ثابتة، الحاجات اللي فيها مش ثابتة. دي الركنة الجديدة اللي انا جبتها، وانتوا يعني انا كنت في البدايه عامله حساب ان انا هحطها في الليفنج، بس بصراحه استحرمت ان احنا هنبهدلها، اللي هو جميله وانا بحبك ومريحه جدا في القعده، فاستحرمت ان هي تتبهدل ان احنا بندعك في اوضه الليفنج روم دي اللي انا هفرجكم عليها، فاستحرمت. فاخدت ايه بقى، اخدت لي قطعتين كده من هنا وحطيتهم جوه. فطبعا المنظر مش عاطفي خالص، يعني بصوا كده، ده جزء وده جزء مش متظبطه. فلسه يعني هتظبط فيها او ما نظبطش مش فارقه معايا بصراحه. وهنا كده عاملين كورنر كده بعض اصور فيه، دي بين باك.
ودي النجفه، نجفه ولا اسمها ايه؟ اه اباجوره، ودي اباجوره. اه نسيت اوريكم النجف الصحي اللي هنا في الصاله. خلينا نرجع نرجع نرجع. دي كده النجفه سيمبل خالص. هنا في اللي هو ده شباك عريض، وفي هنا باب للبلكونه، وفي باب تاني برضو في الليفينج، وهنا في تلفزيون عشان لو في ضيوف او حاجه يبقوا قاعدين هنا، انما احنا قعدتنا مش هنا خالص، احنا قعدتنا جوه. والترابيزه دي كنت جايباها من ايكيا، كلمتكم عنها قبل كده حلوه في ايه ومش حلوه في ايه، بس بصراحه كان نفسي فيها جدا، يعني كان نفسي في كل لما اروح ابقى نفسي اشتريها لحد ما قررنا ورحت فعلا جبتها. بس فانا يعني مش هطول معاكم هنا لان بجد احنا مش مظبطين، يعني ممكن جارتي بتقولي لا دخلي الركنه دي جوه واستخدموها وعيشوا حياتكم، لان احنا اصلا كنا مظبطين الديكور جوه على ان دي اللي هتيجي هندخلها جوه. بس بعد كده تراجعت في القرار ده بصراحه وقلت نهلك في اللي هو الركنه القديمه دي، بس مش مريحه خالص في القعده. بقول لكم برده. ودي عايزه اقول لكم دي مروحه، كنا نازلين عشان نشتري مروحة عادية، بعدين لقينا دي شكلها سيمبل كده وشيك فجبناها، بتعملش صوت وبتدي هوا عامل زي التكييف. تسألوني ازاي؟ معرفش، بس هي بتطلع هوا ساقع، وسعرها نفس سعر المروحة تقريبا، بس هي صغيرة كده، وبعدين بتفوكس بقى الهوا على يعني على شخص واحد. في زيها بقى كده داير ما يدور، دي اللي هي بتطلع هوا تقريبا على كل اللي قاعدين بقى، فممكن تحطوها في النص كده تطلع لكم هوا اعتقد كده. بس اللي عندنا دي يدوب هي الحتة دي بس اللي بتطلع هوا، بس هوا ساقع بجد كأنه تكييف. الترابيزة دي كنت جايباها من هوم سنتر برضو، بحبها وبغير كل شوية في الديكور اللي عليها. ودي المراية دي برضو من ضمن الحاجات اللي كل شوية ايه بنقلها، مش ثابتة هنا خالص. بس فدي كده الراوند الاولانية في الصالة. خلينا بقى ندخل. بصوا الحاجات اللي احنا يعني عدينا عليها قبل كده هعديها، زي مثلا المطبخ مثلا، كان عندنا عزومة امبارح. جيراننا يا اما عندنا يا احنا عندهم، فكان عزومة، فدي بقايا العزومة والغسالة شغالة على الباقي فنتغاضى. انتوا مش اغراب يا جماعة، انتوا اصحاب بيت. فانا عملت قبل كده معاكم جولة هنا في المطبخ، بس زاد عليهم الشفاط لسه جاي جديد، ده اوقع بكتير من التاني اللي هو ده، عشان تبقوا عارفين بس الوضع عامل ازاي. فالمطبخ خلاص انتوا عارفينه بقى، هسيب لكم لينك الجوله بتاعه المطبخ هاين هنا تاني. فانتوا شوفوه بقى بالتفاصيل، عيوبه بقى ومميزاته، كل حاجه كل حاجه انا مصوراها. فمش هنطول هنا، خلينا نخش في الحاجات اللي احنا متفرجناش عليها قبل كده. نسيت اقول لكم ان دي كده الطرقه برضو ناويه املاها حبه حاجات تاني، يعني حبه لوح هنا تاني كده، ان الطرقه طويله ما شاء الله واحنا ماشيين، فمحتاجه ان هي تتملي. هنا الليفنج هم قاعدين فيها فانا هسيبها للاخر، وهنا الحمام الاولاني، يعني ما اعتقدش ان محتاجين نتفرج على الحمام، بس تمام. الاستاذه بتقولكوا شغاله، انا تغاضي يا جماعه، ده حمام هنعمل فيه ايه. هنا بقى اوضه بنتي برضو عملنا جوله كامله فيها، فمش هنطول هنا. ايه بالديكورات، عرفتكم كل حاجه في الجوله دي وجايبه كل حاجه منين. تمام، هي طبعا كده متظبطه، ده مش الوضع الطبيعي بصراحه بامانه ربنا. لا يعني بوكسات الالعاب دي كانت على الارض كلها، كلها امبارح كانت على الارض فلميناها. بس وده الدولاب، السداير، كل حاجه كل حاجه تقريبا اتكلمنا عنها في الفيديو. هي الدنيا بدات تعبر شويه، يظبطوها شويه، مش حاجه كويسه. وده السرير، انا بعدي خدوا بالكم عشان احنا خلاص عارفين احنا يعني بنصور مع بعض هنا كتير، فمش محتاج ايه ده. شو يعني انا كنت لسه مظبطه الملاية عشان التصوير، سبحان الله في خمس دقايق كان الموضوع منتهي وكانت متكعبله تاني. عادي يا جماعه عادي. بس كده دي كده اوضه الاطفال، جنبيها على طول هنا اوضه النوم. برضو عملنا جوله هاي انا تاني اهو. عملنا جوله هنا، ده البرواز ده كان من ايكيا، كان زي ده، كنا جايبين بقى اللوحه دي على اساس ان البرواز اللي هو الفريم اللي حواليها ده المقاس ده، ما طلعش المقاس ده، طلع مقاس كبير اللي هو ده كده اوله واخره عند الباب، خدوا بالكم يعني. فراجعوا كويس المقاسات عشان ما تقعوش في نفس الغلطه، ان احنا ساعتها وقعدنا نركبه وبتاعه في الاخر مركونه اهو، ولا لاقيين له لوحه ولا عارفين نعلقه ولا راضيين نفكه كده يعني. ودي التسريحه بتاعتي برضو كانت في الجولة. ده غسيل، ده احنا كده دخلنا في منطقة خطر. فدي كده اوضة النوم اهي،
هنا بقى سرير البيبي اللي انا بقعد اصور عنده دايما. وهنا على فكره هي اوضه ماستر، فهنا عندنا برضو حمام اخر. نتغاضى عن حمامات لان هي ما فيهاش فكره، يعني حمامات عاديه، هي اوضه ماستر فبالحمام. فده سرير بيبي لسه برضو في حاجات عايز تركب، دول بيتركبوا كده عشان دول يعتبروا ايه، عشان البيبي ما يقعدش يخبط ويرزع في الخشب، فبتبقى البطانه دي عشان تحميه. بس هم ليهم رباط كده بس ما لحقتش اربطهم اصلا، لسه مطلعاه ان انا بنام جنبي هنا اساسا، او بينام جنبي على المخد عادي جدا يعني. فلسه لا مش معوده على سرير البيبي. بس عامه برضو عملت لكم بقى على القناه الثانيه الجوله اللي هنا اللي في سرير البيبي دي، وفرجتكم عليه والادراج فيها ايه وكل حاجه. فبرضو مش محتاجين ان احنا نطول هنا، خلينا بقى في المهم اللي هو الليفنج عشان ده اللي انتم ما شفتهوش خالص. بصوا برضو الملايه، ما الحاجات دي بتعصبني قوي. وفي هنا بقى اباجوره يعني مش ممكن، بتتكسر كل يوم تقريبا 7 حتت وما شاء الله بترجع تتركب تاني. دي بقى خليها ايه في الفيديو بتاع الحاجات اللي انا ندمت عليها عشان ما تشتروهاش، بس يعني قريبا كويس ان هي صامده كده لحد ما صورنا. بس بجد صعبه، لا صعبه، مش هنتكلم في الموضوع دلوقتي، خلينا بس ايه نخرج كده. خدكم بقى دلوقتي على الليفنج، تعالوا هنا بقى ندخل على الليفنج روم. لان تقريبا عمري ما صورت هنا ولا فيديو، أو يمكن فيديو واحد، ف دي اكتر حاجه بقى جديده ممكن تشوفوها النهارده. خليني بس اقفل الباب لان عايز اقول لكم هما كانوا قاعدين هنا قومتهم. ده البيت الحقيقي، ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني مثلا حرف البي قاعدين فيه بقالنا 3 ساعات مثلا، هنا كان سولي كان قاعد هنا، ده بقيت الترنج مش عايز تلبسه حرانه، الشنطه بتاعت البلازما دي كانت المفروض تبع اوضه الاطفال بقدره قادر جت هنا. فانا تغاضى عن كل ده، انا قلت لكم انتوا مش اغراب، انتوا اصحاب بيت. فهنا قطعتين الركنه اللي انا جبتهم، عايز اقول لكم دي اصلا المخده بتاعت السرير اللي هي مهويه دي، لان دول حطب يعني كاني بجد قاعده على حطب، فصعبين قوي. فواخده يعني مخده عاديه من بتوع السرير وحطها بقى في كيس من بتوع الركنه. جارتي والله كنت بتقولي امبارح فضي حبه قطن وهتلاقي يعني المخده بقت احسن، بس انا فيهاش دماغ بصراحه ولا فضي ولا اعمل، فمتعايشين يعني. فهنا كده كان قاعدين هنا بس هنا، وهنا بفرش برضو حاجه تانية عشان قعدتنا. نسول هنا كان قاعد، وزو هنا كانت قاعده، وباباهم كان قاعد هنا. المهم يعني خليني اوريكم المكتب بتاعي، الشغل بتاعي الحلو كله هنا بقى. يعني هنا بقى بقعد امنتج، اعمل كل حاجه، لو هقرا مثلا واقعد اكتب سكريبت بتبقى قعدتي هنا. ده المكتب اهو سمبل خالص خالص خالص، الرفوف دي بس اللي مدياله منظر. الكرسي ده كان من ايكيا، ودي وحدة ادراج. هنا بقى تلاقوا ايه كوكتيل بقى، مثلا هنا حبة كفرات موبايل، هنا ادوية، هنا الكاميرا والحاجات بتاعتي، حبة كتب، حبة اوراق. الكورنر ده بحط فيه بقى الحاجات اللي بصور فيها، الرينج لايت، الحامل كده يعني. ده دي كانت الحتة بتاعتي دي، دونت تاتش بقى خالص، لا فيش درج يتفتح هنا عشان ما نزعلش كلنا. ايه ده حلو بقى. بحب نفسي قوي لما بقول شعر. اوكي اوكي طيب. وهنا ده الوحده بتاعه التلفزيون، هي اسمها ايه، هي اسمها وحده التلفزيون ولا اسمها ايه، مكتب التلفزيون. احنا عاملينها اللي هي المعلقه دي، مفيش حاجه على الارض من غير رجوله عشان بتدي وسح. وده كان الكرسي بتاعي القديم بتاع التسريحه، بينفع دلوقتي لما حد بيجي لنا بنشده على طول وبيقعدوا، او بنجيب البين باك. شويه ديكورات بقى كده من ايكيا. وهنا كده اهو قعدتنا احنا هنا بقى، احنا عايشين، انا هنا كده بمدد، انا شايفه نفسي وانا بمدد بالليل بعد ارهاق اليوم كله. بقعد هنا بقى ايه واقعد اتفرج على التلفزيون. احنا ما عملناهوش الناحيه دي عشان كانت الاضاءه تبقى ضربه زي كده، زي ما هي ضربه اذا كان اصلا في اضاءه بتدخل هنا يعني، فكان اضاءه الشباك بتضرب هنا في التلفزيون. فلو حابين نتفرج الصبح، بس عاده يعني ما بنشغلهوش الصبح خالص، لو حابين نتفرج كان هيبقى الوضع صعب، كانت تبقى الاضاءه ضربه فمش باين. وكنا عايزين نوسطنه في الحيطه، بس يعني حسينا ان كده هيبقى اشيك بصراحه يعني، فعملناه كده على جنب. ما كنتش مقتنعه في البدايه، بس لا الرؤيه تمام، حتى وهو يعني هو واخد زاويه فاهمين، هو مش في وسط الحيطه بس. وهنا دي كانت بيج على انستغرام كانت بعتها لنا، تحفه بحبها قوي. وهنا بقى البلكونه،
دي الستاير، او انا مش عارفه الستاير ممكن بقى مكونش باينه عشان الاضاءه. ايه ده، انا مشغل ايه كده؟ دي الستاير بلاك اوت وستاره شيفون. سامعين الكلاب طبعا. طب تعالوا في الرقعه على البلكونه بالمره، نطلع. طيب ولا تعالوا نطلع. احنا فرشينها اللي هو السجاد ده، على فكره موجود دلوقتي في اي مكان يعني، حلو وعامل تحس ان انتوا قاعدين في جنينه مش قاعدين في بلكونه. وهنا عاملين دولاب حاطين فيه بقايا الحاجات اللي احنا عايزين نخزنها. وهنا الشوايه دي نعمل عليها احلى لحمه والله ريش، وبنظبط المسائل. وده بقى اللي كنت بقول لكم عليه، اللي كانت جارتي بتقولي عليه ان هو بيمنع التراب شويه، هو لذيذ فعلا الحمد لله، خف شويه من التراب. بس عندنا هنا مثلا يعني المفروض السلك ده يبقى من بره، هو كله كده. بص هو حته البلاستيكه دي وبنخرم بيها باللي هو البلاستيك ده، بس المفروض بقى يبقى العكس يعني، ده كان يبقى لبره بحيث ان النقط دي بس اللي تكون باين، ما يكونش باين الخطوط دي كل شويه. بس وفي هنا قصريات زرع بس مش حاطين فيها اي حاجه، الجو النهارده تحفه. عارفين الشتاء يا جماعه. هنا الباب اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو بيودي على الصاله، هي البلكونه بيدخل لها منطقتين. المهم يعني تعالوا بقى نتكلم عنها شويه. عايزه اقول لكم احنا حاليا دلوقتي بالليل، وانا قومتهم مخصوص عشان اوريكم الاجواء بتاعت بالليل بتبقى عامله ازاي. عاده ببقى قاعده هنا شغاله بعمل مونتاج، عشان بالليل بقى بخلص وصلت فممكن اعمل مونتاج. وهنا بقى الاضاءه بتاعت بالليل، عشان عودتكم ان انا بوريكم ايه صبح وليل، يعني باضاءه ومن غير اضاءه، لان ده من الحاجات اللي بتفرق جدا. فاحنا عاملين هنا كده خط اللي هو الليد ده، تبقى القعده بقى حلوه قوي. بس ودي ستار عشان اعتقد ما كانتش باينه وانا بصور الصبح. وعايزه اقول لكم احنا لسه في حرف الباء من الساعه 2 الظهر واحنا في حرف الباء. بس انا كنت قاعده هنا اصاري هنا، وديت بقى مخده الرضاعه عشان انتم شايفين. بس زي ما بتتفرش بتدي منظر تاني، يعني بتبقى تحسوا ان هي حاجه تانية غير مش تبع الركنه يعني اللي بره. بس انا حاليا بغسل اللي انا بفرشها هنا، فقلت لما اسيبها كده. بس المكتب ما فيهوش حاجه عن النهار يعني، هو في فرع شجره هنا نسيت اوريه لكم. بس انا هكمل قعدتي بقى، استنوني كمان هرجع بقى اكمل قعدتي كده، نكمل القعده وانتوا ترجعوا للفيديو، انتوا تكملوا الفيديو وانا اكمل قعدتي عادي. بس كده دي كانت الجوله في شقتي. انا عارفه ان انا عديت على حاجات سريعا جدا، بس انا معتمده ان احنا اوريدي صورناها قبل كده منفصل، يعني اوضه الاطفال واوضه النوم والمطبخ كمان، صورنا كل حاجه لوحديها. وقلت لكم بقى على افكار مثلا تنظيميه او افكار عامه، قلت لكم على العيوب عشان برضو ما تقعوش في نفس الغلطات اللي انا وقعت فيها. فانا بصراحه كان في نيتي وكنت حابه لما برضو اعمل معاكم جوله بقى في الشقه كلها، او اعمل جوله مثلا هنا في الصاله او في الليفنج روم، تاخدوا منها افكار تطلعوا بافكار. بس انا لسه انا نفسي مش مستقره هنا، يعني مش مستقره انا عايزه ايه هنا وعايزه ايه هنا. حتى في لوح لسه ما اتعلقتش، كل يوم نقول بكره وكل يوم نقول بعده وما بنعملش. عارفين يعني مش حاسه ان انا مستقره هنا قوي، فاللي هو بطنش بقى دماغي. فلكن لما يكون ان شاء الله عندي شقه كده، وشقه بقى بتاعتي مختاره كل تفصيله فيها لوحديها، هبقى حابه طبعا ان افرجكم عليها ونطلعوا بافكار منها وكل حاجه. بس قولوا لي لو انتوا حابين مثلا لما اظبط مكان، يعني انا لسه مش عارفه مثلا هطلع بقيه الركنه هنا بره وادخل السفره دي جوه، ولا هعكس، ولا مثلا ممكن اضيف حبه ديكورات، ولا ممكن انا عاده عايزه ممكن اغير اماكن حاجه، ما عنديش اي مشكله في ده. انا حتى في الصيف ببقى شايله سجاجيد، وفي الشتاء يعني بالنسبه لنا السجاجيد بتاعت الشقه الثانيه هنا مشيت، فاللي هو مش نافعه. فلسه مثلا هجيب سجاجيد ان شاء الله هنا، خاصة كمان في الليفنج روم وفي اوضه الاطفال وكده، عشان معظم قعدتنا جوه، فلسه هجيب سجاجيد. فممكن مثلا لما اظبط مكان ليفنج مثلا او هنا، اعمل لكم جوله منفصل زي الجولات اللي احنا عملناها، حاجات مثلا افكار بقى للتنظيم او غلطات ان شاء الله يا رب يعني ما اقعش في اي حاجه تاني. بس لو وقعت في حاجه اقول لكم، شايفه ان ده هيكون اوقع لحد ما ان شاء الله يكون بقى عندي ايه شقه كده مختاره كل حاجه فيها، وقتها بقى اقدر اعمل جوله في شقتي بقلب جامد. بس انتوا اللي طلبتوا الفيديو ده، فانا ما كانش ينفع ان اتاخر عنكم اكتر من كده، فعملت لكم الفيديو ده النهارده اهو. يا رب يكون ان شاء الله عجبكم، ويعني تكونوا اخدتوا فكره عن الشقه، عشان انا بعرفها لما حد بس يكون بيصور في كادر معين، فاحنا بنبقى شايفينه في الكادر ده بس مش متخيلين بقى اللي ورا الكاميرا.
فانا يعني تقريبا لفت لكم على الشقه كلها بكل الاماكن اللي احنا بنصور فيها مع بعض كل حاجه. فيارب ان شاء الله تكون الجوله عجبتكم. اهم حاجه ما تنسوش تقولوا لي تحت في التعليقات انتوا حابين تشوفوا ايه في الفيديوز اللي جايه. حابين احنا نعمل جولات منفصله زي ما عملنا قبل كده اللي هو لما اظبط الليفنج بقى وخلاص وتمام وديكوراته وكل حاجه متظبطه، اعمل لكم فيديو للليفنج بس، مش اللي هو جوله في الشقه كده وخلاص، لا يعني كل مكان مفصل زي ما عملنا قبل كده. فانتوا لو حابين كده قولوا لي ما عنديش اي مشكله. حابين جوله كمان في الشتاء بعد ما نفش بقى السجاجيد وبتاع ونظبط، يعني في رجف حتى لسه ما اتعلقش يعني، فبعد ما اظبط تمام من فوق لتحت وكله اعمل لكم جوله في الشتاء ما عنديش اي مشكله. انتوا قولوا لي بس انتوا حابين ايه وانا ان شاء الله اعمله على طول. دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، بشكركم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.